السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل حضرة المواقف. إليكم ملخص الحلقة الأخيرة. أوليف تكتشف ناصر وتلاعب فيها أوليف بتواجه وبتزت الخاتم وبتمشي. فوزي بتأخذ مستندات لفاطمي، بتخلي فاطمي ترجع أملاكها من نورة، وبتحكي لها ناصر ما من أبوه، وبتقول لها يوسف كان بيحب نورة، عزيز بيقابل شيخة وبيطلب ترجعه، شيخة ترفض وبتقول عرس الأسبوع الجاي. عزيز بيضرب ناصر وبيكتشف جرعات اللي عطاهن له لأخوته كرمال المصاري. أوليف تدرس وبتصير محامية. فاطمي بتقدم الأوراق للمحكمة وبترجع كل حقه وبتخلي نورة ولا شيء. ناصر بيقول لأمه فاطمي رجعت حقه، ونورة بتطرد ناصر. فاطمي بتصير سيدة أعمال كبيرة ومهمة، أما نورة بتلبس وبتقول ما راح أسكت لفاطمي بعد ما أخذت وبعد ما عرفت أوليف بنت أختي.